السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سي بلدر دي منصة بتجمع بين أقسام مختلفة كتيرة زي البيم، زي كوست كنترول، زي الفور دي. دلوقتي هنشوف مع بعض، هدخل هنا في الأكتيفيتي بلدر، أختار المشروع اللي أنا عايزه. تقدر تعمل إمبورت وإكسبورت مع البرامافيرا والمايكروسوفت بروجكت. أقول له هنا أنا عايز أشوف التاسكات، فلا هنا التاسكات اهيت، ولا هنا كل التاسك هيبدأ من امتى وينتهي امتى. واقدر بكل سهولة اغير التاريخ، اقدر اجي هنا اقول له انا عايز تاسك ديتيل، اعرف التفاصيل بتاعة التاسك ديت، الاي دي بتاعها قد ايه، النيم اللي هتبدأ امتى تنتهي امتى، الديوريشن بتاعتها، البريورتي، الكومبليت، اساين تو، مين اللي هيعمل الحاجة ديت، التاسك تايب، التاسك ستاتس، وهكذا. كل الحاجات دي موجودة هنا. وبعد كده ممكن أجي هنا وأقول له أنا عايز أضيف تاسك جديدة، أبف أو بلو الحاجة اللي أنا محددها، وأبدأ أدخل أكتب الاسم بتاعها وأعمل إيديت للمحتويات بتاعتها، أعدل فيها زي ما أنا عايز. واقدر اعمل مانج للبيس لاين او اضيف بيس لاين، انا عندي هنا 2 بيس لاين، واقدر اشوفها على هيئة 3 جريد بالشكل دوت اهوت. واقدر ارجع للجراند شارت